خمس بقرات حمر معدلين جينيا احتمال يتسببوا في كارثه كبيره جدا الايام اللي جايه. نتيجتها هتكون هدم المسجد الاقصى على ايد جماعه الهيكل المتطرفه اللي شايفين ان دوله الاحتلال عشان تفضل موجوده يهدموا المسجد الاقصى ويبنوا مكانه هيكل سليمان. حسب المعتقدات اليهوديه ان هيكل سليمان اول معبد يهودي اتبنى في القدس، واللي بناه هو النبي سليمان عليه السلام، والهيكل ده دمره نبوخذ نصر الثاني واحد من ملوك الامبراطوريه البابليه بعد حصاره للقدس سنه 587 قبل الميلاد. والهيكل ده كانوا بيسموه الهيكل الاول لان بعدها ب 71 سنه تقريبا بنوا واحد تاني في نفس المكان وسموه الهيكل الثاني، لكن الرومان دمروه سنه 70 ميلاديا. ودلوقتي جماعات الهيكل مقتنعين انهم لازم يبنوه مره ثالثه ويسموه الهيكل الثالث، وشايفين كمان ان حكومتهم ضيعت الفرصه انهم ما قصفوش المسجد الاقصى في 67 وشالوه بالقوه العسكريه وبنوا مكانه الهيكل، ومن وقتها هم مستنيين اي فرصه علشان يبنوا الهيكل ده مكان المسجد الاقصى. طب ايه علاقه الخمس بقرات الحمر بالقصه دي؟ اسرائيل فيها مؤسسه دينيه اسمها الحاخاميه الكبرى، وهي اللي بتطلع الفتاوي والتشريعات الدينيه. المؤسسه دي اصدرت فتوى زمان حرمت فيها دخول اليهود للمسجد الاقصى، وقالت ان الشرط الوحيد لدخولهم هو تطهير الشعب اليهودي بالكامل. وهنا بقى يجي دور البقرات الحمراء، لان حسب الشريعه اليهوديه في بقرة حمراء هتظهر في وقت من الزمن مش هيكون فيها شعرة واحدة لونها مختلف وما اشتغلتش اي حاجة قبل كده، هتكبر على ارض الميعاد ولما عمرها يوصل لسنتين لازم تتذبح وتتحرف وجبل الزيتون، وبرمادها يتطهر الشعب اليهودي بالكامل وبكده يقدروا يدخلوا المسجد الاقصى ويهدوا قبة الصخرة ويبنوا مكانها هيكل سليمان. والمفاجأة ان الفكرة دي ظهرت قبل كده، ومن 15 سنة تقريبا جابوا بقرة بالمواصفات دي وحافظوا عليها علشان يستخدموها في نفس الطقوس، لكن بعدها قالوا ان ظهر فيها شعرات سودة. لكن من سنة ونص تقريبا الجماعات دي جابت خمس بقرات من ولاية تكساس اتعمل لهم هندسة جينية علشان يطبقوا المواصفات وحطوهم في مزرعة سرية في منطقة الاغوار عشان يربوهم لحد ما عمرهم يوصل لسنتين ويختاروا واحدة يعملوا بيها طقوس التطهير، وبعدها هيبقى مسموح ليهم يدخلوا المسجد الاقصى ويهدوه ويبنوا مكانه الهيكل الثالث. ولك ان تتخيل ان الاقتحامات اللي بنشوفها دلوقتي بتحصل ونسبة كبيرة جدا من اليهود شايفين دخولهم المسجد الاقصى حرام، فتخيل بقى لما ده يبقى حلال بالنسبة لهم ايه اللي ممكن يحصل وشكل الاقتحام ده هيبقى عامل ازاي. والاخطر من ده كله هو الوقت اللي حددوه للطقوس دي، لان البقرات عمرها وصل لسنتين في يناير 2024، بيقولوا ان الوقت المحدد حسب شريعتهم هيكون يوم 2 من شهر نيسان العبري، واليوم ده هيوافق 10 ابريل واللي هو فلكيا اول ايام عيد الفطر المبارك. ورغم ان مفيش جهه رسميه اكدت الكلام ده، لكن في حاجات بتحصل دلوقتي بتاكد نيتهم في هدم المسجد الاقصى. اول دليل ان منظمه معهد الهيكل اللي هدفها هو بناء الهيكل الثالث اعلنت من ايام انها عايزه كهنه متطوعين علشان يتدربوا على عمليه ذبح البقره وحرقها، والكهنه دول ليهم شروط معينه. والدليل الثاني هو الحاخام اليشع والفنسون اللي خرج في فيديو ربط فيه بين الحرب وبين موضوع الهيكل الثالث. والدليل الثالث ان جماعات الهيكل بتجهز منطقه في جبل الزيتون عشان تقوم عليها الطقوس دي، وفي ميعادها والمنطقه دي بتطل على المسجد الاقصى، وده معناه ان العالم العربي والاسلامي داخل على كارثه كبيره جدا، مش بس بتهدد تاريخه وارضه وتراثه، دي بتهدد واحد من اهم الرموز الاسلاميه والدينيه، اول قبله للمسلمين والمكان اللي زاره النبي صلى الله عليه وسلم في رحله الاسراء والمعراج. تفتكروا العالم الاسلامي هيتحرك قبل فوات الاوان؟ ولا هنفوق في اي يوم على كارثه كبيره زي دي؟